نتحدث على قائمة المنتخب الوطني للزوز مواجهات ضد غينيا الاستوائية ضمن تصفيات اللي كان وضد المنتخب الجزائري مقابلة ودية من كاليبر كبير الحقيقة بالنسبة للمنتخب الوطني. قائمة أثارت عدة تساؤلات في خصوص غياب عديد اللاعبين المؤثرين والمهمين، كذلك عرفت دعوة عدة لاعبين لأول مرة مع المنتخب الوطني. نرجع في قراءة لهذه القائمة، نعمل لافون ماتش، نحدث على المواجهة المنتظرة نجم الساحلي ترجي تونسي وزيارة وادي سوسة إلى تمارين نجم الساحلي تثير جدل واسع لدى الجمهور الرياضي في تونس. نتحدث رياضيا شنو التحذيرات وكذلك فيما يهم المعلومة هذه، كيف مقابلة النادي الإفريقي والاتحاد المنسيري، تحذيرات وأخبار زوز جمعيات وعودة بالتفاصيل المالية على صفقة انتقال لاعب المنتخب الوطني قبل من 20 عام علي سعودي لنادي قطر القطري. هذا كله أكثر اليوم يرافقني فيه نجم الإذاعة والتلفزيون المحلل القدير رضا براوي. أهلا وسهلا. مرحبا أخويا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين موزيك. نبيل خيرات نجم الإذاعات، هذا هو، أهلا وسهلا. مرحبا نبيل حيدر، أنا مرحبا إذاعتك أو التلفزة عن سيدة التلفزة كأنه ندي ما نشوف في التلفزة أولا وإذاعات الكل أو فريش دي جمع إذاعات الكل أنت كل إذاعات عربي وسوري كيما أنت يا رضا براوي. أنا إلا موزيك خويا لا والله قسما بالله كان تشوفني في إذاعة أخرى عملني سحب. أنا أخويا بصراحة نحب موزيك، نحبك انت ونحب عبده ونحب اسكندر ونحب الناس الكل، نحب سزمو المخرج دالي المخرج معنا زاده هو اسمه محمد وفيت ليميسيون يا رضا. خلينا نرحبوا بدالي في الاخراج تاعها، في الاخراج الرقمي وائل في الستاندر. بعد شويه نتحدثوا على اخر الاخبار اللي تهم الكلاسيكو نجم الساحلي ترجي، كيف النادي الافريقي الاتحاد المنسيري. ما خلينا نعملوا قراءه في قائمه المنتخب الوطني لمواجهه غينيا الاستوائيه وكذلك المنتخب الجزائري. حيدر الشهرني ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. قائمة بمناسبة مقابلة غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كان الكوديفوار وكذلك مواجهة ودية ضد الجزائر نهار 20 جوان. دونك نذكر بالقائمة حراس مرمى أيمن دحمان بن سعيد، معز حسن، ودريس العرفاوي حارس منتخب أقل من 20 عام، المدافعين علي غرام، أسامة الحدادي، ياسين مريح، منتصر طال، بيان فاليري، محمد راجر، وجدي كشريد، علي العابدي، مرتضى بن والناس، لاعبي وسط الميدان أسامة عبيد، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليم إيمان، فراس بالعربي، عيسى العيدوني، حنبع المجبري، ملاعبي ثلاثة، كلياس العشوري، هيكل الشيخاوي، محمد ضاوي، حمدي العبيدي، عصام جبالي، هيثم جويني، وسما بوغرة. مبدئيا كي نشوفوا الغيابات، نتحدث على غياب يوسف المساكني، الياس صخيري، عدة غيابات بالنسبة لهذه القائمة رضا بولوي. هل نسأل سؤال، هل جلال القادري ما عادش في حاجة لهالملاعبية هذوم لأنه قاعد يستدعى في وليدات صغار متاع المنتخب؟ بكل صراحة أنا مثلا فرجاني ساسي قاعد يعدي في موسم معناتها على مستوى راقي جدا، نفس الشيء زاد يوسف المساكني. هل هي هما طلبوا مش معناتها ما يكونوش موجودين وكأنها مباراة سهلة وكأنها مباراة ودية؟ خلينا نحطوا الناس في الإطار، راه المنتخب الوطني ضامن الترشح للكأس، صحيت برافو عليها، ماهيش شكلية جدا، أما كمان ماتش مهم، أما ضامن الكاليفيكاسيون هذاك دي بوان تونس وغينيا تسع نقاط باون الكاليفيكاسيون يتسيري. هذا هو معناتها نحبوا نفهموا، هل ما هناش عاطين قيمة لازمة لهذه المباراة والنجم معناتها نضيع معناتها الريح وملاعبيه ونسنعاهم لاعبيه صغار؟ هذا هو ما هي افكار جلال القادري؟ انا نتمنى نشوف حمدي العبيدي يلعب والحارس يلعب، ماذا بينا؟ خلينا نشوفهم غدوه. نجاوبك على هذا ونمشيو كيف نبيل. بالنسبه خلينا نقولوا لي جوار كادر نتاع ليكيب ناسيونال، مساكني، معلول، يسخيري، هذوما الكل طلبوا رخصه بانه يرتاحوا شويه لانه كان السيزون كانت شارجيه بالنسبه لهم. واحد كيما يسخيري توا في الايام هذيا قاعد يحدد في مستقبله ويمشي يمشي بالضبط، شنو العقد اللي باش يصح عليه، شنو الجمعيه اللي باش نقل لها. دونك اللاعبيه هذوما طلبوا رخصه بانه يرتاحوا شويه وكان لهم هذا. دونك واضح وغيابهم وقتي مش معناها المنتخب تخلى عليهم ولا المدرب الوطني، لكن في المقابل فما سامي مهمة تدخل المنتخب الوطني كما باستحقاق الحقيقة مهاجم نادي الافريقي حمدي العبيدي، كيف أسامة بوغرة لاعب أسامة عبيد لاعب نجم الساحلي، بوغرة لاعب الأولمبي البيجي، فما سامي معناها وجودها اليوم باستحقاق.
صحيح حيدر جونشين الحقيقة حيدر معك في الكيسيون بتاعك الأولى اللي سألت سيريفا كيف نقول لك معلول مساكني وطبعا سخيري يقول لك ثلاثي هذوما ما همش في حاجة الحقيقة باش يلعبوا مباراة غير الاستوائية الحقيقة صحيح. للأمانة هو ديبلاسمون صعيب بس عدى راهو سيزون اكسبسيونيل يوسف المساكني اون بون فورم صحيح السخيري عاد سيزون كبيره مع كولن وتو قاعد يحدد في مصيره وعلي معلول عنده فينال زاد تشامبيونز ليغ دونك يفو كومبروند السيتياسيون تاع اللاعبين الدوليين المهمين اللي كادر في المقابل فما لاعبون عائدون انا نعتبرهم كيف فاليري مرتضى بن والناس في رسم العربي وفما جدد الوافدون الجدد حيدر نحب نقول لك اسامه عبيد العرفاوي الحارس هيكل الشيخاوي محمد الضاوي كريستو وسامه بوغيره وطبعا حمدي العبيدي بتاع النادي الافريقي اظن الكل باستحقاق الحقيقه يستاهلوا دعوتهم لانهم شفناهم زاد عدوا موسم باهي مع انديتهم والا عدوا كذلك مباريات كبيره مع المنتخب الوطني اقل من 20 عام بالنسبه للحارس طبعا العرفاوي هذوما الشارع الرياضي كل تقريبا النقاد الكل بما فيهم سيريذا ايزون ابريسي البريستاسيون اللي عملوها اللاعبين هذوما دونك نتمنوا انه دعوتهم جات في وقتها في تايمينغ صحيح العبيدي تقريبا احسن ريفيلاسيون في البطوله لحد الان سجل اهداف ممتازه وحاسمه وبين قوه شخصيه كبيره يستحق مكانه مع جويني في طليعه هجوم المنتخب بالنسبه للحارس شفناه مباريات كبيره في المونديال نتاع لويفان عاد مباريات كبيره والناس كل طالبنا ان يكون على الاقل في القائمه الموسعه نتاع الحراس وطبعا في ظل غياب معز بن شريفيه المصاب دعوه معز حسن حارس الافريقي اللي عاد زاد كذلك نهايه موسم طيبه لحد الان عندك ملاحظه شو ايكيب ناسيونال انا توا معناتها بررنا المواقف نتاع الملاعبيه هذوما الكبار اللي عنده معناتها دي زونتروتيان مع الجماهير. لا مش احنا بررنا معنا ما بر هو هذا اللي بررنا لا معناتها انا داكور في هذا. انا ما نحبش كلمه انفيتاسيون اخوي. سي تون اوكازيون او جامي الملاعبيه هذوما الصغار خليهم يلعبوا. مادام تعيط للملاعبي ولو عمره 18 سنه ولا مادام تعيطوا للليكيب ناسيونال سينيور سي كو ينجم يشارك ينجم يلعب مش معناتها انفيتاسيون وين احنا عندي عرس باش يلزم يلعب فرصه لا تعوض للملاعبيه هذوما باش نشوفوهم هذاك ليكيب ناسيونال سينيور لو ريزولتا ضمننا الحمد لله ضمننا ترشح لكن بوركوا نو باندوني اون شانس للعبيدي وهالملاعبيه الصغار عليه خاصه زاد حيدر وانو الماتش هذايا نتاع غينيا سي وي ماتش دوك لاسمون دو بريستيج المنتخب لانه ديجا ضمن ترشح وماتش الجزائر مهم سي ديربي يقعد ديما عنده قيمه كبيره فرصه للاطار الفني باش يشاركهم اللاعبيه هذوما ونشوفوا موسم احنا اكتشفنا اللاعبين الكبار نتاعنا عبر التاريخ كوسوا محدين هبيت لعب ضد البرازيل عمره 17 سنه كوسوا فوزي رويسي لعب ضد زامبيا وضد المغرب عمره 17 عام عادي الحمرون 18 عام دونك جمال دي ليمام قبل يمشي ستاندر دو ليج لعب 17 عام دونك ماهوش جديد سي با زي بريسيدون في كورتنا وانا كتجيب جوار عمره 17 برشا ما عندنا برشا ما شفناش ملاعبي صغير هكا وفارض روحه صافي لونطون ما شفناش ملاعب صغير عندنا مده طويله الحقيقه لاعب النادي الافريقي اللي تو غايب على الساحه ادم قرب سيلفي فتره قلنا انه يستحق مكانه طبعا هذوما تو يستحقوا مكانهم قرب ما عادش في المستوى اللي كان فيه من الاول هذوما لاعبين شبان ينجموا يلعبوا تو كما خالد سيريذات عيطوا مش تحطوا على البنك شاركوا عطي شانس خليني نكمل بسؤال لكم زوز فما ملاعبي في البطوله الوطنيه كان ينجم يكون موجود في الليست هذه وما تمش دعوته حسب رايكم ولا انا لاعب الترجي انا عندي الوهابي لاعب الترجي كان يمكن استدعاه الحقيقه اللي عدى كوب دي موند اكسبسيونيل تفتخ عدى مباريات كبيره قوه شخصيه لعب سنتينيل ولعب كذلك في اللاكس حبيت يعيطوا له الوهابي بعد البريستاسيون اللي عملها الحقيقه ابري تو سي تان شو نتاع لونترنيور ناسيونال نحترم الرؤيه نتاع الرؤيه نتاعو لكن بون ما تعرف لو نقعدوا نحكيو تو كل واحد يطلع لك بخمسه سته ملاعبيه صحيح على قراءاتهم هذه لكتور شريده به هذا تقريبا كل شيء فيما يخص المنتخب الوطني اللي يسافر نهار استاج الساعه يبدا نهار الاثنين القادم لكن فما ملاعبيه ما عادش عندهم حتى انجاجمون مع الفرق نتاعهم موجودين وقاعدين يدربوا كيما حنا بعل كيما وجدي كشريده كيما حدادي كيما الحارس دريس موجودين قاعدين يدربوا استاج اوفيسيالمون يبدا نهار الاثنين سفر لغينيا الاستوائيه يكون نهار 15 جوان الماتش نهار 17 ومن غينيا ديريكت الجزائر المنتخب الوطني يلعب مقابلته الودية ضد المنتخب الجزائري يوم 20
بالضبط. نبداو نحكيو على جورني مؤثره مهمه جدا تتلعب غدوه، كلاسيكو في سوسه تراجي نجم ساحلي، وكذلك مواجهه كبيره بين النادي الافريقي والاتحاد المنصيري. بعد لحظات يكون معنا نجيب المجريسي بالتليفون، تحدثوا خاصه على زياره وادي سوسه الى تمارين نجم ساحلي اللي اثارت جدل كبير عند الجمهور الرياضي. تراجي رياضي تونسي في ضيافه نجم ساحلي. النادي الافريقي واجه الاتحاد المنصيري زوز مقابلات قد تكون حاسمة بالنسبة كبيرة، تنجم تكون حاسمة. خلينا نبدأ بالكلاسيكو، نجم ساحلي درجة دي تونسي. موجود معنا بالتليفون نجيب المجريسي. أهلا وسهلا نجيب. مرحبا بك حيدر، تحية ليك، تحية للسيدة وكل اللي يسمع. سي نبيل خيرات زيدا موجود معنا. سي نبيل خيرات وما أدرك. يعطيك الصحة، صلح رقع كيكا نجيب. به أثارت برشا جدل زيارة والي سوسة إلى تمارين نجم ساحلي اليوم. معناها فما اللي يعتبر انه خبر عادي، فما اللي يعتبر انه خبر غير عادي. كيفاش القراءة بالنسبة للخبر هذا يا نجيب؟ هو بطبيعة الحال كل حد يأول على روحه، وما فماش حاجة في تونس تو ما تتعودش حيدر، وكل انسان عنده قراءة. لهنا اني بحكي اتصلت بالمصدر ديريكت، معناها كنت في اتصال جمعني حتى بسيد ويلي سوسة اللي في توضيح، حتى أخذت منه الإذن أنه يكون أني معناه نوصل الكلام على لسانه، ما أحبش يعطي تصريح، لكن صرح لي أنه باش نعطي الصورة كما هي. هو كان اليوم في زيارة ميدانية، خرج تفقد حتى لجيشي متاع الداقة سانت سكر اللي في كل مرة وفي كل مباراة كبيرة تصير فيها مشاكل، سواء مع الأمن وإلا فما براكاجات قاعدة تصير وتشكيات كبيرة صارت. كان أيضا في نفس الزيارة تعدى الاستاد، بما أنه استاد فما تجهيزات جديدة ركبت اللي هو الأبناك في حلة جديدة، وهذه تسمى على الأقل خطوة من بين برشة خطوات مازلت في ملعب أولمبي سوسة، وأيضا التحذير الأمني والتجهيز الأمني لمباراة غدوة اللي هو من أهم الأشياء اللي كانت موجودة في الزيارة الميدانية، لأنه باش يتفقد الأمور الأمنية، باش يتفقد اللي تمتع الملعب، لأنه مقبل على مباراة مهمة غدوة نعرفه بين النجم والترجي، وفما حضور ما يقارب 30,000 متفرج باش يكونوا موجودين. من سوء حظه ومن حسن حظه لقى الإتوال موجودة تترينة، يعني موجودة النجم في بلوش هو النجم الساحلي تدرب. هذايا بطبيعة الحال يعني عجبتني التعريف المراوي ما ما قال حتى أنت مفاجأة زيادة يعني. خلي كامل مش جيني خوري نجيب كامل نجيب كامل أنت واصل في فكرتك تونا نسمعوا رأي ذا تفضل. القاء النجم موجود شي نورمال انه باش يكون يسلم على الملاعبيه ولا باش يسلم عادي بار هذا يا حيدر وكانه هالاند يعني ويلي سوسا غدو باش يكون بونتا معناها حسونا فما يعني البعض حتى من بعض الصحفيين اللي الحقيقه اني كي نتكلم اون جينيرال راهو ما تشكوره عادي، وفما راهو حرص كامل من جميع الاطراف ابرزها عثمان جنيح انه مباراه غدوه لازم تكون مباراة عادية، ما غير ما نسخنه، ما غير ما نهيجوا الأجواء. واضحة الفكرة، أي واضحة الفكرة نجيب، في خصوص أنت توي خذيت من عنده المعلومة هو إيش كان يعمل غادي وشني المناسبة متاع زيارته وكذا. خلينا نأخذ تعليق من عند رضا بوراوي نبيل خيرات، تفضل رضا بوراوي. أنا أقول سيد الوالي من واجبه بشي، لكن علاش الجمعة هذه يا أخي توي أول مرة الإسبرانس تلعب في سوسة والبوبليك والنظام والتنظيم وكل شيء، لا كان من الأجدر أنه ممكن بعد الماتش أو قبل الماتش بجمعة ولا جمعتين، يعرف اللي فما تاريخ نهار 10/6/2023 فما الترجي الرياضي باش تنقل تمشي لسوسة، كان ممكن باش نبعدوا الكلامات كما قالت أخونا. معناتها فما ناس حبت أول المواضيع، أنا ما نحبش نقول نقول فما منطق، خلينا نبعدوا شوية على هالمشاكل. وبكل احترامي السيد الوالي هو من حقه ممكن معناته يحب يشجع الاتوال، اما كواني ما ندخلوش السياسه والرياضه. مش اول مره الاسبرانس يلعب في سوسه، هاي الاتوال تجي لتونس من الجهه الوالي الاسبرانس بتاع تونس يزورها البارك، لا ماذا بينا نبعدوا عن المشاكل هذه من اول، باش ما تخليوش الناس تاول تو. كان مثلا ما مشاش هو زار ولا وشو معناتها حسن الصدفه، معناتها ما يعرفش اللي طول تترنى وقتها، تخلي خير باش يلقى العمال قاعدين يشتغلوا يا اخي، لقى عمال يلعبوا في الكوره. دونك ماذا بينا اون ايفيت سيز استوار، نبعدوا شويه. نبي الخيرات.
انا باش نحكي لك من منطلق اداري قانوني بالضبط هي. هذا هو انا دونك كالعاده نمشي ديريكت او بيوت. الوالي هو ممثل شخصي رئيس الجمهورية، دونك في المنطقة متاعو الوالي لا تعنيه المباراة أصلا ولا يعنيه النجم الرياضي الساحلي، فقط في المباراة هذه الوالي خطأ اتصالي وخرج غالطة 1000%. لو كان جات مباراة دولية ضد فريق من إفريقيا ولا من منطقة عربية في إطار كأس إفريقيا أو كأس إقليمية بتاتر مقبول التوجه، لكن أنه السيد الوالي يمشي لتمارين النجم الرياضي الساحلي، أولا كان يقول ما في باليش النجم تترينا، دونك وينو الامن نتاعك وينو المستشارين نتاعك وينو الستاف الاعلامي نتاعك في الولايه اللي يعرف كل كبيره وصغيره على الولايه نتاعك، وكان انت تعرف ومشيت دونك يا خيبه المسح اللي احنا مانيش في حاجه للاحتقان اكثر ومانيش في حاجه لانه والي نتاع جهه يمشي يقف على تمارين فريق باش يلعب ضد فريق اخر جاي من نفس البلاد بعد على بعضهم 140 كيلومتر باش يلعب مباراه عاديه جدا في اطار مسابقه محليه. دونك اعتقد انه خرج غلطه من غير تبريرات، وكان ينجم يعمل زيارة للملعب في أي وقت آخر، وكان يتفادى أنه يمشي للتمارين في خلال الأسبوع هذا. لو كان جاء أحد كبار الداعمين نقول لك أوكي، لو كان جاء محب عادي نقول لك أوكي، أما أنك سلطة إدارية جهوية دونك أعتقد أنه هذا خطأ اتصالي كبير عمله السيد الوالي اللي نتمنى أنه يكون رياضي أكثر من هيك. وننهيه معايا شو الصورة اللي متعدية تو؟ صورة شنية؟ صورة يحكي مع سيد الوالي يحكي مع فوزي بالزرد. يا اخي فوزي بالزرد مهندسة، ما مدرب نتاع النجم الساحلي تحكي معنا شنو اخي؟ اي حتى تلقاهم في الملعب سلم عليهم عادي معناها لا طوالت الصورة لا برشا. هو حتى نسكروا مع الموضوع هذا لانه تكلمنا فيه والحقيقة الناس تكلمت فيه ياسر، ما نتكلموش في حاجة تهم الناس. الحقيقة بالنسبة لي انا موقف شخصي هذا، زار ما زارش اللي عنده كرة هو اللي باش يربح، ما يغير شيء. سواء النجم افضل ولا ترجي افضل ولا كذا ما يغير حتى شيء، لكن انا معناها نضم صوتي صوت نبيل انه خطأ اتصالي نوعا ما. هو والي جهة تونسية في مواجهة تونسية ما فما حتى إله وشامبيون. أنا النجم أقول لك مبروك لتوان، أنا بالنسبة لي أنا وجهة نظري الفنية لتوان شامبيون، يحضر الوالي ما يحضرش الوالي البطولة عند النجم الساحلي. خليني نكمل مع نجيب البجريسي. ماتش كبير رغم اللي رضا يقول لك مبروك وفاء وكذا، لكن يقعد عنده رهانه أكيد فما استعدادات خاصة للماتش هذا يا نجيب. بالطبيعة استعدادات خاصة ديما أسمع راهو لازم ماتش لتوان وترجي لازم باش يكون سخون، لكن مهما كان الرهان تبقى راهو حيدر اللي لمسناه في الفتره الاخيره الايامات هذه على الاقل حرص كبير من جميع الاطراف نسكل اهم حتى فما برشا واعي في الجماهير، من اللي ناكده لك انه لو غدوه تترمى حتى دبوسه في استاد الشخص اللي باش يرمي دبوسه راهو باش يخرج باش يخرجوا الجمهور قبل ما يخرجوا الحكم. دونك راهو معناه من نبدا من رئيس النادي عثمان جنيح اللي الفتره الاخيره معناه اجتماع حتى بلجنه التنظيم بالناس اللي المعنيه الكل انه لازم مباراه تتعدى مباراه عاديه من غير ما نسخنوا الاجواء من غير ما نهيجوا الاجواء عادي، مباراه تجمع زوز فريقين كبار حتى اللي يحكي على تفوق ولا حتى توكي بسيريزا قال مبروك للنجم لا راهو الساقين من زلت على القاع باش كوره باهي. نجيب اعطينا الاخبار اعطينا الاخبار هذوما توا شعارات باهينا ما اعطينا الاخبار، فما اخبار اخرى بخلاف الامور هذه. فوزي البنزرتي فوزي البنزرتي يبدو كانوا ميخو في خاطره شويه بعد مواجهه ضد الاتحاد المنستيري. بالضبط فوزي البنزرتي يمكن اللي صار في مباراه المنستير نعرف، وفوزي ولد المستير ورمز من رموز المستير أدمس خاصة أنه صار برشا تهكم على فوزي بنزرتي أثناء وقبل وبعد المباراة من جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري، ما حس في نفسه يمكن حتى شفنا فوزي راه ما خرجش من القريب يعني مباراة كاملة فوزي قاعد ما قامش حتى احتراما في فريقه الأم اللي أكد حتى اتصلت به وحكيت معه حكي منطق أنه خدم في المستير بلاش، وكان يعني ديما داعم كبير للمستير سواء كان موجود ولا مش موجود، شيء اللي صار له من الجماهير عيب خاصة أنه باش يولي يوصل لسبين لم هذا غير مقبول. ونتمنى أني على الأقل راهو مستير وإلا لتوال ولا تحكي على علاقة فوزي بالمستير إن شاء الله يصير رد اعتبار على الأقل نقوله من الهيئة تبادر هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري لأنه فوزي اسم كبير راجل كبير زادة وإنسان محترم ورمز المستير ورمز الاتحاد المنستيري ورمز الكرة في تونس رمز للكرة في تونس المدرب الأكثر تتويجا في تونس حبا من حبا وكريما. يعطيك صحة شكرا نجيب على كل هذه المعطيات. شكرا نجيب المجلسي. والله يعيب والله يعيب راجل كما فوزي البنزرتي معناها نجي ونسبوا له والديه في العمر هذا
وخاطر هو قاعد في بنك فريق منافس. وقتاش باش نطوروا ونتحسنوا؟ معناها راهو احترام كبير لجماهير اتحاد منستيري واللي نعرف منهم عده اسامي وكذا، ناس محترمه وناس متربيه وكذا. فما ناس ديما تفسد الموضوع، فما ثلاث اربع كعبات ديما اللي يخرجوا كل شيء على 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 الموضوع على السكت. كلمه صغيره في هذا، كلمه صغيره. هل بعض الجماهير، مش ما نقولش الكل مساتريه، بعض الجماهير اللي عملوا الشيء هذا، يا اخي فوزي البنزرتي مش مستيري، ما يعرفوش اللي هو ولد المستير. اولا كان لاعب في المستير ورانا المستير، اول ما بدا يراني فوزي البنزرتي مستير، نساو اللي وقت اللي هو يراني في الوداد تقريب ولا في الرجاء، هو في المغرب وجاد الاتحاد المنستيري وتحمل كل المصاريف نتاع الاتحاد المنستيري، لانه هذيك بيتهم، هذيك داره. وقت اللي تنقل الاتحاد المنستيري للمغرب، ايه هو صرف عليهم، ومعناتها من الواجبات. هذه رجوليه، جست نتاع نتاع واحد ولد اصلا. صحيح. لا تعرف شكون موجه كلامي انا؟ موجه كلامي ان الناس اللي يسبوا فوزي يلزمكم تعملوا تعلموا انه فوزي البنزرتي راهو راجل وسيد رجال. خلينا نتعداو فنيا، نقولوا كلمه على الماتش هذا ومش نحكيو زاد على مقابله نادي الفريق الاتحاد المنستيري. باه تفضل. حضر الحقيقة حز في نفسي حيدر اللي صار فوزي بنزرتي. لا مؤسف ولا مؤسف. لا لأنه تو الحقيقة بطولة فيها فوزي بنزرتي راهي إضافة للبطولة بتاع تونس. بطبيعة. فوزي بنزرتي في العمر هذا قاعد يدرب في تونس، راهو بلي فاليو وقيمة مضافة للكرة هذه، التعب النعسانة التعيسة قولها. باهي. وفوزي بنزرتي راهو يبيت في المستير. راهو 25 كيلومتر اللي يخدم في الإيطوال في سوسة ويبيت في المستير. معناها ولد بلادكم، معناها سير محترم. بالعكس معناها فوزي بنزرتي يقول فوزي، يقولوا منين فوزي؟ من المسير. دونك لو دويان دي زونترنور في تونس، الانسان اللي عمل برشا باهي ومع الناس كلها في الاخر، معناها يتجازى هكا الناس اللي سبوا فوزي بنزرتي ما يعرفوش تاريخ تراعي عمره وتراعي تجربته وتاريخه وكل شيء، حتى ما غير منطق ولد بلادي مانيش معاها ياسر، تراعي عمره وتراعي تجربته وتراعي تاريخه، معناها عيب وكاو. باهي خليني نجاوب شويه. حبينا نجم ساحلي اللي نحترمه احترام كبير كما كل الجماهير الرياضيه، يقولون وكبرتوها حكاية الوالي وكذا، فقط هو سؤال، وكان والي تونس حضر تمارين الدرجة دي تونسي وما تكلمناش عليها، شنو كانت تكون الحكاية؟ ما باش تقولون علام العاصمة وكذا وكجو ذاك، نحن نتحدث على كل خبر نعتقد أنه مهم ويعني الجمهور الرياضي، على ذاك تكلمنا. وكما شفتوا بالنسبة لنا الكورة، اللي باش يربح في الكورة هو اللي باش يربح في الأخير، بكل ما تغير حتى شيء زيارة الوالي. خليني فقط، رضا بوراوي قال مبروك النجم الساحلي، البطولة انتهت، نبيل خيرات على اليوم اللي قلت. ها أنا أيوة. أنا باش نقول أنا مباراة غدو الحي باش تكون معناها لو تورنو دي شامبيونان، اذا كان ليتوال معناها تربح غدو الحي، نقول لك ليتوال بنسبه 90% رامبورتي لو شامبيونان، كان ليسبيرونس ربحت فارو لونسي لو شامبيونان، مش ليسبيرونس بريمي كونسيرني، لكن باش تعاود توزع الاوراق من جديد. لكن اعتقد انه ليتوال اذا كان تبدا في عام كيما هذا، فيها عثمان الجنيح في رئاسه النجم الرياضي الساحلي، وفي فوزي بنزرتي على دكه على اليافطه الفنيه كما يقولوا، صعيب انك تفك من هالبطوله. هذا هو المواجهه الثانيه، عندك ما تقول في 10 ثواني. معناتها للعلم وقت. للعلم علاش انا وقت اللي نتكلم عضو بلا من كلمتين، انا كلامي مش قران، اما توقعاتي. لتوال خسرت ماتش بركه راه مع الترجي، صحيح. دونك فما فرق بين جمعيه تخسر بالاربع والخمسه ماتشات في البلاي اوف، وفرق جمعيه خسرت ماتش واحد. هذا هو. خلينا نمشيو للمواجهه الثانيه، نادي الافريقي الاتحاد المنستيري. نادي الافريقي مطالب نتيجه ايجابيه باش يقعد في الملاحقه، لكن حتى نتيجه سلبيه تنجم تخدم مصالحه، اذا كان نجم الساحل اذا كان الترجي التونسي يتعثر زاد في سوسه يقعد على الاقل يستحفظ على البلاصه الثانيه. مواجهه كبيره، نجم الساحلي الاتحاد المنستيري عمل بريود خايبه رجع ربح، لكن عاود انهزم مره اخرى مع النجم الساحلي. ونادي الافريقي جاي زاد من تعادل يعتبر تعثر ضد حتى طوي نبيل. ملاقي ديما جونشين مع سيريدا باش يكون الحديث ذو شجون. انا في سيريدا، سيريدا قال لك النجم الرياضي الساحلي ينهزم الوحيد اللي ينهزم هزيمه واحده. دونك سي با ان كريتير باش يكون بطل، لانه حتى النادي الافريقي ينهزم مره واحده في البلاي اوف، لكن ماهوش لول. لول وان اللي لم كي كولكتي لو بلوس دو بوين هو النجم الرياضي الساحلي، واللي عرف يجري البطوله هو النجم الرياضي الساحلي. النادي الافريقي صحيح، حيدر كلامك صحيح ومنطقي برشا. النادي الافريقي اذا كان النجم ما ينهزمش بطبيعه الحال يقول لك على الاقل بخساره الترجي، معناها اذا كان يخرج. خليني في ماتش الكلوب المستيري، نحكي على الكلوب المستيري، نحكي على نادي الفريق. قلت نادي الفريق عينه على مباراه سوسه لانه كان انهزم النجم والفريق يفاز يعاود ينقص الفارق، دونك يعاود يريدوي ليكار. واذا كان الترجي انهزم كذلك وفاز النجم يقول لك على الاقل دوزيام بلاس مضمونه. دونك نادي الفريق في الحالتين
عينيه على هزيمة النجم اللي يقرب من المركز الأول، ولو كان ينهزم بالترجي فإنه على الأقل نادي الإفريقي يحافظ على المركز الثاني المؤهل لرابطة الأبطال الإفريقية. دونك هو التتويج في حد ذاته يلول يا ثاني، لأنك في الآخر البيه الفائدة هو أنك تشارك في الشامبيونز ليج. عتبتي نفسك تو تحب تاخذ شامبيونا ولا تحب تشارك شامبيونز ليج؟ غدوة لي ماتش نتاع غدوة يا سي نبيل، ماتش غدوة مش حتى على البريمير بلاس راهو. يعني الأربع جمعيات هذوما اللي باش يلعبوا ضد بعضهم غدوة يسون كونسيرني على الشامبيونز ليج. السيري ذا والكاف سيري ذا ها هو يحكي لك خلي كلوبش كيف اذا كان ماهوش شامبيون او موا يضمن يا سيري ذا كيف مضمنين سيري ذا تخسر ليتوال وتربح الكليب تولي 25-26 ان بوان دي كا تربح ليتوال هربت من البطوله لكن النادي الافريقي يهرب من المركز الثاني كيفاش هرب من البطوله يا اخي ليتوال معاك طلع مع الكلوب شو وكل الكلوب تربحها بعداش اي ما فما كاتر كاتر بوان يا سيري وزالوا ترامات انت تو كنت تحكي الثانيه اللي تقدر يسال هو انتم متفقين ما واحد يحكي بالمنطق واحد بالحساب انا تو نحب لك انت يعني غدوه كان دي توال ربح تسبيران لو شامبيون اي تيرميني هاكا ولا اي بس انت قلتها زاد حتى انت تو انا عليك انت انا وفات عندي انا تربح انا هاني قبل بهذا ما تقولها انت انا قلت لك وفات علاش وفات خاطر الاطوال ما عادش نجم تخسر هاني نقولها لك من تو لا وخاطر ليتوال تهز جمعيات الكبار حتى لو تربح مال غدوة الكلوب الاسبيرانس مازالوا 9 بوان تنجم تخسر 3 ماتش ولي زاد فيرسير ديريكت ماشي لسوسة كلهم يا سيري ذا بس مازال مازال عندنا برشا كلام على الجورنية هذي انا علاش حطيت ليتوال قلت لها مبروك كملنا ريتها كملنا معايا هاي مبروك ليتوال خويا الجورنية بعد لحظات تتحدثوا على التفاصيل المالية صفقة انتقال علي سعودي لاعب الملعب التونسي منتخب اقل من 20 عام الى نادي قطر القطري ريكاب سبور حيدر الشرني ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية وجدي بن سيسي الكاتب العام في الملعب التونسي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخوي حيدر مرحبا بكم مرحبا مرحبا رسمي وعلي سعودي في نادي قطر وهو كذلك بصورة رسمية وهذه صفقة متميزة نعتبرها للاعب والفريقنا الملعب التونسي. أعطينا التميز في كل الأمور المالية خلينا نفهمه. استاتيوسان شو ربحه وكذا. بوجالة نجم نقول لك اللي الصفقة هذه بين الملعب التونسي واللاعب تقريبا في حدود 11 مليار تونسي. 11 مليار تكلفتها الجملية معناها. التكلفة الجملية منهم تقريبا 1,600,000 لفريقنا الملعب التونسي والباقي للاعب. اللي بشي يتحصل على تقريبا 500,000 دولار كل موسم. لمدة خمسة مواسم على خمسة مواسم وهو كذلك صحيح 500 ألف دولار يعني مليار ونص بالضبط بفلوس تونس 500 ألف دولار في الموسم والملعب التونسي خذها تقريبا قداش قلنا 650 كيكا ولا أقل شوية بالدولار تقريبا أنا قلت لك بالتونسي في المليار ونيف كيكا مليار ستمية خلينا نقول ما نعرفش رياضيا النقلة ولا لكن ماليا النقلة كبيرة بلي وجدي عندي معلومة أنه علي السعودي كان يخلص أقل من 1000 دينار في الملعب التونسي والله أخوي حيدر أكد لي المعلومة ذي ولا نأكد لك لا ما فماش عليش بش نخبيه علي السعودي كان يخلص 500 دينار في الملعب التونسي كان عنده أن كونترا بروفيسيونيل دو ستاجير واللي راهن عليه معناتها رئيس النادي سي محمد محجوب وقت اللي كان هو رئيس فرع الشبان جابوه للملعب التونسي من حفوز ومعناتها صرفنا عليه اللعبة ذي وكنا مراهنين اللي نجموا معناتها نبيعوه وناخذوا فيه حاجة باهية في سواء هو ولا الملعب التونسي الحقيقة رانا اي الحقيقة برافو لكم انتم كإدارة وللناس اللي فريمون مشات والعين اللي اختارت وجابت ملاعبي كيما هكا باش في الاخر يدخل برشا فلوس لستاد تونس هذا واحد اخويا حيدر بالله ما نقولش عليكم راهو برشا كلمات سواء من جماهير الملعب التونسي والا من بعض المحللين وغيرهم كيفاش الملعب التونسي فرط في اللاعب نتاعو راهو سي تان بروجي سبورتيف للملاعبي وراهو القيمة المالية معناتها باش ترجع بالنفع على اللاعب وعلى الملعب التونسي هذا راهو معناتها الملعب التونسي بيبي كبير عن عديد اللاعبين كيفو نحن هو راهو اللاعب محل متابعة من هذا الفريق من الكأس إفريقيا الماضية في مصر وحتى في كأس العالم وكأس العالم هذا خليني بربي وجدي في 30 ثانية فما لاعبين أخرين باش يغادروا الملعب التونسي في الأيام القادمة مبدئيا لا مبدئيا معناتها هاي في مجويني باش يواصل مع الملعب التونسي
مبدئيا ما نحبوش نقولوا حاجه مسمي غير رسميه مبدئيا باش يواصلوا وربي يوفقوا. هذا هو يعطيك صحه واجي بن ساسي, شكرا على المعطيات المهمه هذه, شكرا ليك. وصلنا لاخر كاب سبورت, للاسف ما نجمش ناخذ من عندكم تعليق على هذا. شكرا كل اخوي, مبروك لي النعم هذه. شو قلت له ما نجمش ناخذ من عندك تعليق؟ لا يستاهل من 500 دينار ما شاء الله عليه وربي يزيد 500 الف دولار في العام. خدم على روحه, خدم على روحه وربي يعينه. شكرا رضا ابو راوي, شكرا نبيل خيرات.